بقاعة عمر المختار بمعرض طرابلس الدولي، نظمت الهيئة الطرابلسية ملتقا مع مؤسسات المجتمع المدني بطرابلس الكبرى، حيث ناقش الملتقى أزمات شهدتها العاصمة طرابلس ومدن أخرى، وذلك بحضور عمداء البلديات وعدد من المؤسسات الحكومية. الهيئة الطرابلسية تهدف إلى عقد سلسلة من الورش والملتقيات لمناقشة المشاكل التي تهم المواطن الليبي. بالنسبة لمشكلة الأزمات الفترة الأخيرة زادت بشكل كبير، فحاولت الهيئة الطرابلسية أن تساهم في أساس نحاول نحط حلول لهذه الأزمات. فحاولنا وجهزنا والحمد لله استطعنا، واليوم ان وفقنا ربي ان نبدا في اول ورشه عمل اللي هي حتكون ان شاء الله على شكل سلسله، حتناقش كل المشاكل اللي تهم المواطن الليبي سواء في طرابلس سواء في المدن الاخرى. الملتقى الاول للهيئه الطرابلسيه تضمن ورقات عمل ومحاور عده، منها ازمه الكهرباء والصرف الصحي والتلوث البيئي والوقود ونقص السيولة النقدية. حاولوا كيف نوقفوا مع البلديات في محاولة حل المشاكل اللي تمس المواطن في المدة السابقة بالذات، زي الكهرباء، زي الصرف الصحي، زي المياه، المشكل الاقتصادي، الوقود. لاحظنا احنا المشاكل كلها كانت هي تقع في طرابلس، لكن المصادر كلها خارج طرابلس. مؤسسات المجتمع المدني بطرابلس تعمل على إشراك جميع البلديات لتوفير كل الإمكانات لرفع مستوى الخدمات المقدمة إلى المواطن.